وبتعبير العلامة الإمام الماوردي رحمة الله عليه، أقضى القضاة ألا يختلفا في الطرفين، فإن اتفقا في طرف فلا بأس. ولذلك أيها الإخوة، الكهل كفء للشابة، ممكن هذا قريب جدا، لكن لا يكون العجوز أو الهرم كفءا للشابة، إنهم أو إنهما متباعدان في الطرفين. وحتى تضح هذه الفكرة أيها الإخوة، الشباب من البلوغ إلى 30 حتى نعرف من هو الشاب، فلسنا شبابا، وإن عجبنا هذا، لسنا شبابا بعده. الشباب من البلوغ إلى 30، والكهول أو الاكتهال من 30 إلى 50، أمثالنا كهول أيها الإخوة، كلمة تخيف بعض الناس كهل، لا، الكهل هو أخو الشاب. الكهول من 30 إلى 50، والشيخوخة من 50 إلى 70 في المشهور، ومن 70 حتى القبر، حتى الوفاة، الهرم، يقال شيخ هرم من 70 إلى، هذا هو التقسيم المشهور خاصة لدى الفقهاء. فالكهل يمكن أن يتسامح في شأنه ليكون كفءا للشابة، لأنهما يلتقيان في طرف ويتباعدان في آخر. أما أن يتباعد في الأطراف جميعا، كأن يكون شيخا أيها الإخوة، أو هرما ويتزوج شابة، هذا بعيد جدا، وهذه جناية عظيمة، وكما قلنا داهية ما لها من وأهية، إلا ما يكون من رحمة الله ولطفه سبحانه وتعالى. فهذه الشابة لو تزوجت هذا الشيخ أو الهرم أيها الإخوة، الذي يكافئها نسبا ويسارا وحسبا، لكن لا يكافئها سنا أيها الإخوة، الحياة لا يرجى لها الاستمرار ولا يرجى لها الاستقرار، بالعكس، أدنى وأحرى بالاستقرار والاستمرار حياة شابة أيها الإخوة مع شاب يكافئها سنا، ولكن ليس كفؤا لها لا حسبا ولا نسبا ولا مالا. الحياة هنا بالعقل بالبساطة، بالحكايات وبالمشاهدات، هي أقرب وأدنى إلى الاستمرار والاستقرار. العوامل هنا أيها الإخوة التي تتحددها أقل، أما العوامل هناك فهي أكثر بكثير، وفي رأسها أيها الإخوة صفة الجمال، صفة الجمال، وما عسى يبقى من جمال الشيخ الكبير أو الهرم الفاني، الهم كما يقول العرب، هم هارم فان، شيخون على حافة قبره، ما عسى يبقى من الجمال. وبلحاظ ذكي أيها الإخوة، أو بلفتة ذكية، الإمام النووي رحمة الله عليه في روضة الطالبين حين عرض لخصلة الجمال، ورجح أن الصحيح أن الجمال ليس من خصال الكفاءة، خلافا للروياني، الإمام عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، إمام عصره، من أعظم تلاميذ القفال، وهو إمام الشافعية أيها الإخوة في وقته رحمة الله تعالى عليه. الروياني اشترط أيها الإخوة ماذا؟ السن شرطا في الكفاءة. عجيب، النووي يتحدث عن الجمال ويعترض على الكمال بكلام الروياني رحمة الله عليه في الشيخوخة في السن، لماذا؟ هذا تلفت ذكي من النووي، كأنه يقول الجمال يعادل الشباب، الجمال يقابل الشيخوخة، ما الذي يبقى من جمال الشيخ أو العجوز، امرأة عجوز ورجل شيخ، ما الذي يبقى؟ إن علو السن أيها الإخوة يضمحل معه الجمال، فلا يبقى منه إلا مثل آثار الوشم في معصم اليد، شيء يسير جدا جدا لا يعبأ به، ويعود الإنسان شيئا آخر، يضمحل جماله ويذهب بالكلية إلا قليلا. فالنووي هنا أيها الإخوة عادل بين الأمرين، عادل بين الأمرين، بين الشباب وبين الجمال، وهذا كلام صحيح، فالأمران معتلقان تماما. وهنا أيها الإخوة لننظر إلى الجانب النفسي، هذه المسألة إنجاز التعبير في نظري هي مسألة حيوية نفسية اجتماعية، وهي أكثر من ذلك، يعني بايو سايكو سوسيولوجية كما يقولون، إنجاز التعبير من جانبها النفسي. أليست المرأة تميل وتشغف بالجمال كما يميل إليه الرجال ويشغفون به؟ بلا شك، هي كائن عندها تحسسها للناحية الاستتيكية أو الجمالية، بلا شك. والعرب لهم حكايات أيها الإخوة وأشعار كثيرة جدا جدا في ذم الشيب، لأنه علامة أيها الإخوة على اضمحلال الجمال وانحلال القوى، كلام كثير، ويعتبون فيه على النساء أيها الإخوة، لأنهن
لا يحببن إيه الرجل الأشيب، كأنهم هم يحبون إيه المرأة إيه الشيباء. مستحيل. روى الجاحظ وابن قتيبة في عموم الأخبار، الجاحظ في المحاسن والأضداد، عن العتبي قال: كنت رجلا كثير التزوج فمررتم يوما بامرأة أعجبني منظرها، هكذا دون أن تسفر، منظرها أنها شابة ومتماسكة. قال: فأرسلت إليها أسألها هل هي مزوجة يعني متزوجة، فردت ألا. قال: فصرت إليها ودللتها على نفسي وعرفتها بي وبمحلي يعني مقامي ورتبتي حيثيتي الاجتماعية وبمحلي، فقالت: حسبك، قد عرفناك، غير أن هنا ما تحتمل في شيء لابد إيش أن تتحمله. قلت: وما هو؟ قالت: بياض يسير في مفرق رأسي، شوي في شيبات هنا. قال: فثنيت عنان فرسي وانطلقت. فقالت: عد أيها الرجل. شابة ذكية، شابة لم تتم العشرين كما قال الراوي نفسه صاحب الحكاية، لم تتم العشرين، لكن العرب كانوا أمة حكمة، ليس كعرب اليوم. انتبهوا اليوم، والله لا تجد عند زعماء العرب لو وضعتهم في قارورة جميعا أو في صندوق حكمة هذه الشابة الصغيرة. أمة تخبلت أيها الإخوة في زعمائها وقادتها على مستويات كثيرة، هذه ستسمعون العجب، أمة ذكية جدا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هؤلاء هم الذين هم وأسلافهم الذين حملوا الدين وفقهوه وعرفوه، كانت أمة عظيمة، كرم وعلم وحس وذكاء وشفافية وألمعية ولوذعية وعبقرية، أمة عجيبة كانت. قالت: ارجع. قال: فلما رجعت أسفرت عن وجه كفلقة القمر وعن ضفائر وشعر كالحمم، أسود عظيم ما فيه إيه أثر للشيب. قالت: هذا هو شعري، لكننا كرهنا منك عافاك الله مثل الذي كرهت منا. أنت رجل شيخ مبين عليك، تتقدم إلي لماذا؟ لماذا أخذك؟ لماذا أتزوجك؟ كما تحب أنت الشباب أنا أحب الشباب أيضا، لا أحب شيخا كبيرا، وعلى الرجل أن يفهم هذا. أنا لا أدري أيها الإخوة لما كان العرب يشتكون، ولما لا يزال بعض الناس يشتكي اليوم من هذه الطباع السيئة في النساء وفي الغواني وفي الحسان، إنها طباع الرجل أيضا. أتريد أن تعيش عمرك وعمر غيرك كما يقال؟ انتهى، أنت عشت عمرك، أترك ابنك وحفيدك أن يعيش عمره أيضا وأن يتمتع بشبابه مع شابة تليق به. تريد أن تأخذ كل شيء؟ هذا طمع وعدم نضج. أنا أعتبر أن هذا من عدم النضج الانفعالي، من عظم النضج العقلي والنفسي. لكل دورة أيها الإخوة مقتضياتها النفسية والاجتماعية والثقافية، انتهى، عش حياتك، عش مرحلتك، لا تتعدى. لكن هذه قرعته النبت بلطف، قالت: ولكننا كرهنا منك عافاك الله مثل الذي كرهت منا، وأنشدت. عجيب، هل هذا لها أو تنشده؟ الله أعلم. قالت: رأيت شيب الرجال من الغواني بموضع شيبهن من الرجال. شيب الرجال يعني عند الغواني عند الفتيات مكروه تماما، كما هو شيب الغواني مكروه عند الرجال. رأيت شيب الرجال من الغواني بموضع شيبهن من الرجال. حصيفة. يروي أهل الأخبار أيها الإخوة بأبي الفرج وأيضا ابن قتيبة وغيرهم أن الحارث ابن سليل الأسدي سيد وزعيم ومقدم بني أسد في زمانه أيها الإخوة، الحارث ابن سليل الأسدي أتى علقمة ابن خصف العبدي وخطب إليه ابنته الزباء، وكانت فتاة فتية جميلة حسناء. فدخل على زوجه علقمة ابن خصف العبدي وقال لها: أي فلان، إن الحارث ابن سليل سيد بني أسد حسبا وموضعا وبيتا، وإنه قد رغب إلينا في ابنتنا الزباء، فلا يعودن إلا بحاجته. لا نريد أن نخيب هذا الرجل ولا أن نكسر خاطره ونخيب رجاؤه فينا، فلا يعودن إلا بحاجته. هذا العرب، هذا في الجاهلية عرب، فصاح وحكمة وذكاء، وترك الأمر لمن؟ للأم، لأنه يعلم أنها أدنى إلى إلى إقناعها وتليينها وغلبتها على أمرها المسكينة. فدخلت عليها أمها، انظروا الأم والبنت الآن والمحاورة اللطيفة العجيبة، فقالت: أي بنية، أي الرجال أحب إليكِ؟
أي الرجال أحب إليك؟ السيد الكهل الجحجاح. السيد الكهل في الحقيقة لم يكن كهلا، كان شيخا، لكن تريد أن تغرها من نفسها. قالت السيد الكهل الجحجاح. الجحجاح هو الباسط اليد أيها الإخوة، بالندى والكرم يعطي. وقد كان الحارث بن سهل هكذا، كان سيد قومي حقا. الجحجاح المعطي الندي المناح كثير العطايا. أم الفتى الوضاح جميل وجهه كورقة الكتاب كما يقولون. فتى جميل، لكن هذا سيد جحجاح عنده مال. قالت أي أمتاه، إن الفتاة تحب الفتى كما يحب الرعاء أنيق الكلى. خاتم واضح جدا، فتاة ماذا تحب؟ ماذا تريد من جحجاح شيخ كبير؟ تريد أمواله ونعمه؟ لا تريد هذا. الفتاة تريد فتى يقاربها ويلبي رغائبها النفسية أولا والحسية ثانيا. قالت يا بني، تراوضها وتغرها عن نفسها، يا بني إن الشاب شديد الحجاب كثير العتاب. شديد الحجاب لأنه ماذا؟ وافر الغيرة، يغار. وعلى فكرة الشيوخ لا يغارون عشر معاشير الشباب، لأن هذه الغيرة في نهاية المطاف تعبير عن سلطة، والسلطة تريد مبررات، المبررات ضعيفة هنا، انتبهوا. لذلك تكثر الدياثة في الكبار الذين يتزوجون صغارا، معروف هذا في التاريخ وفي الاجتماع وفي كل أمة. وكانت تعرف هذه زوجة علقمة، فقالت لها إن الشاب شديد الحجاب دائما يستريب فيغلق ويمنع، لأنه يغار، يغار جدا حتى من نسمة الريح، كثير العتاب، يبقى يحاتب ويراجع ويحاسب ويحاقق ويشاحح. فقالت يا أمتا أخشى من الشيخ، انظروا فتاة الحكيمة الزباء، أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي. الله أكبر، ما هذه الكناية العجيبة؟ تقول أخشى ألا يفي بحقي وبحظي، وألا يقوم بحظي الحسي، فيقودني هذا إلى ماذا؟ أو فيقودني هذا إلى ماذا؟ إلى مواقعة الفاحشة. انظروا، أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي ويبلي شبابي، حيضيع شبابي مع شيخ ضعيف مسكين ليس عنده شيء، ويبلي شبابي ويشمت بي أترابي. يقول الرواة فلم تزل بها حتى غلبتها وأنزلتها عن رأيها، فتزوجها الحارث بن سليل واحتملها إلى قومه. ودارت الأيام، فبينما هو جالس في مظلة له، مظلة له في الضحى أيها الإخوة، وهي إلى جانبه، إذ أقبل فتيان شباب أسداء، أشداء من بني أسد، يعتلجون يتصارعون، شباب فيهم حياة، وفرة الحياة، يعتلجون. فتنهدت، تنفست، ثم بكت، لم تستطع أن تكتم أكثر من ذلك. فقال ما الذي أبكاك؟ فقالت مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. شوف هاي الشباب، شوف كيف الاعتلاج والقوة، شيخ ناطق ضعيف جدا غير متماسك، لا يستطيع حتى أن يعلق على رجلي كما نقول. قالت سيبني في حالي، مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. قال لا أم لك، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. فذهبت مثلا، قلت ضرب هذا المثل لنفسه كأنه يقول لها انتهى، أنت مصرحة، طلقتك، لا أريدك حتى وإن اشتهيتك، حتى وإن تمنيتك، لأن الحرة وكذا، الحرة الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها، لا تعمل ذئرا. ولم أرى أكثر، أو كل من حقق الكتاب عرف توجيه هذا المثل في هذا الموضع، هذا توجيهه. يقول لها إذن لا أريدك بعد، انتهى مباشرة. قال لا أم لك، هذه كرامة العربي، ليس كذاك الذي جاء يشكو من أنه تقريبا وقع على زوجه والعياذ بالله في حالة زرية جدا، ثم هو يبكي ويوسط الشفعاء لكي يعيدها إلى ذمته. ما هذا؟ ما هذه الديوثية؟ هذا عربي وهذا عربي، انتبهوا، هذا عربي مسلم محمدي، للأسف محمد بريء من هؤلاء الديوثين. وهذا عربي جاهلي، من أجل كلمة قال لها تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها،
كم من غارة شهدتها وسبية أردفتها وخمرة شربتها، الحقي بأبيك لا حاجة لي بك. يلا طلقها مباشرة، انتهى كل شيء. لكن عرف في هذا المعنى أيها الإخوة